إذن متابعي ومتابعي قناة سوف تيفي، مرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر هنا من مدينة آسف. إذن المنظمة اليوم الوطنية لحقوق الطفل فرع آسفي كتحتفل بالذكرى المسيرة الخضراء بمؤسسة ابن بطوطة بمدينة آسف وفق تلاميذها وتلميذتها وحضورها التربوية بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. مرة أخرى نقول لكم تحية من المملكة العربية الشريفة وتحية المملكة المغربية الشريفة. الصفوف ديال الأطفال ديال التلاميذ اليوم لابسين كاملين السي ديالهم عليهم نعرف هنا لابسين الرايات، لابسين اللباس التقليدي المغربي من مختلف الجهات المغربية. شباب الكوبي رايت هاي حبس حبس سيد مدير صباح الخير. سيد مدير صباح النور. هذا النشاط المنظم اذا الخطاب معنا المباشر سيد المدير الاقليمي وزاره التربيه والتعليم بمدينه اسف والرياضه. اذا كيف كنلاحظوا بطبيعه الحال يعني جميع المؤسسات التعليميه بالاقليم كتشهد احتفالات بمناسبه الذكرى ديال المسيره الخضراء. اليوم حنا في ابتدائيه ديال ابن بطوطه بشراكه مع المنظمه المغربيه لحقوق الطفل. جميع يعني الشركاء الفاعلين سواء اللي عندنا معهم شراكه او باقي الجمعيات ديال المجتمع المدني كنظموا بطبيعه الحال احتفالات بمناسبه بطبيعه الحال الذكرى ديال المسيره الخضراء. كنبغي بهذه المناسبه نشكر يعني كل الاطر الاداريه والتربويه العامله بالمؤسسه التعليميه على كل المجهودات يعني اللي كيبذلوا. انتم راكم كتابعوا على الصفحه ديال المديريه مختلف الاحتفالات التي تقام بجميع المؤسسات التعليميه، وهذه مناسبه بطبيعه الحال باش نذكروا الوليدات ديالنا داخل المؤسسه التعليميه بالمبادئ او يعني بالمحطات الهامه والذكرى يعني الاساسيه بطبيعه الحال ديال المسيره الخضراء وديال مختلف المحطات والرفع من النسبه ديال القيم الوطنيه والقيم الدوليه بطبيعه الحال والقيم الانسانيه اللي خص تكون بطبيعه الحال داخل المؤسسات التعليميه. ما نبغيش تفوتني الفرصه باش نشكركم كمنابر اعلاميه على التتبع ديالكم ديال الشان التعليمي بالاقليم وشكرا جزيلا لكم. مدرسه ابن بطوطه تعتبر مدرسه نموذجيه باقليم اسف، هادشي صحيح؟ اكيد اكيد نعتبر جميع المؤسسات التعليميه مؤسسات نموذجيه لان الهدف ديالنا وانتم كيف كتعرفوا الان عندنا النموذج ديال المؤسسه الرائده. اكيد اننا يعني نسعى انه ان شاء الله جميع المؤسسات التعليميه بالاقليم تكون مؤسسات رائده بها يعني البنيه الماديه ديالها تكون في المستوى كذلك التجهيزات الى اخره. حنا كنطمحوا ان كل شيء ان شاء الله يكون في مستوى. شكرا لك سيد المدير. شكرا سي رشيد. تفضل سي رشيد. صباح النور. ما جاش رسمي. وزير رشيد ولا وزير؟ انا سالي الله يبارك معاك. لو 6 نوفمبر وكما كتعرفوا بانها مؤسسه نموذجيه. الاطفال ديالنا اليوم كلهم زي اللي كيعبر على اسم غرابيت والمغرب كامل كيحتفل بهذه المناسبه هذه وكنشكركم وكنشكر المنابر.
نفس السياق مرة أخرى. يعني نعاودوا ناخذوا معك على المباشر، يعني اليوم كنشوفوا مدرسة المتقطعية مدرسة نموذجية، وهذا النشاط أكيد هو نشاط اللي غادي يزرع الروح ديال المغربي في وليداتنا ونزرعوا في القيم المواطنة، فهنيئا للمنظمة بهذا النشاط. الحمد لله، الحمد لله، لأن مادام المنظمة هي من أجل الطفل وحقوق الطفل، ارتأينا أنها تكون نسمعوا صوت الطفل، نستغلوا هذه المناسبة من أجل باش نبينوا لان بان الطفل اليوم هو رجل الغد، وان الطفل اليوم هو راه متشبع بقيم المواطنه، يعني من نعومه الاظافر ديالو. وتبارك الله هذا الشيء راه تيجس اللي شفتوا اليوم، تبارك الله راه تيجسد وبكل قوه حتى مغربيت ديالنا وحبنا لهذا الوطن وحب وليداتنا لهذا الوطن، زعما ما تزيدنا الا فخرا واعتزازا. شكرا لك ربي يخليكم.